حياكم الله. انا اليوم موجود بدبي كريك هاربر عشان نشوف الطرح الجديد من اعمار اللي هو بالكريك بيتش بيلدينجز اسمها سدر. بس خليكم معي لاخر الفيديو عشان اتكلم اكثر عن مميزات المجمع الكريك او منطقه الكريك دبي كريك هاربر وبالتحديد عن الكريك بيتش. وعندنا هون مشروع دبي كريك هاربر، بس عشان نذكركم بالمشروع، طبعا هو مشروع باطلاله بحريه، وهون عندنا المحميه الطبيعيه، حيكون في عندنا كمان فيه اطول برج بدبي، وبالجهه الثانيه هناك حيكون في عندنا اكبر مول. طبعا هاي الجزيره تقريبا نحن العقارات المواجهه للبحر شبه جاهزه ما عدا الكوف. مرسى اليخوت مثلا جاهز، الحديقه المركزيه الموجوده هون جاهزه، حتى هناك عندنا الكريك بيتش اللي عندنا الطرح فيه الجديد، فالنص الاول من الكريك بيتش اللي هو على اليمين جاهز قريب على التسليم، ونحن حاليا بالنص الثاني من المشروع. طبعا هو المشروع فكرته انه هو يكون ميكس ما بين داون تاون والمارينا، يعني عندنا ابراج على البحر، وعندنا والبميز كمان كثير الشاطئ الخور او الكريك بيتش هون، هو انه شاطئ بقلب المدينه، وهون نظرة أقرب على شاطئ الخور. عندنا زي ما قلت أنه الطرف اليمين جاهز، وهي حتكون كوميونيتي أو المجمع هذا بإطلالات بحرية، فعنده بحر خاص. وعندنا هون المجموعة الجديدة اللي نزلت، وهي هون سافانا، هدول انباعوا بالكامل الأسبوع اللي فات. وهلأ عندنا سدر، غرفة وصالة بتبدأ من 1,300,000، الغرفتين بتبدأ من 2,000,000 درهم، والثلاث غرف بتبدا من 3,000,000 درهم. وخطه الدفع حتكون 10% دفعه اولى و20% بندفعها كل سنه لمده 4 سنوات. بس عشان اعطيكم فكره عن كمان عن المجمع، هون حيكون في عندنا حديقه، فان هدول البنايات رابعه للحديقه. مقابلنا هون حيكون عندنا برج الخور الموجود. بس عشان اعطيكم لمحه بسيطه عن اللي كان يصير هون، كان في عندنا بيشور، بنايات بيشور موجودين هون. كنا بال 2019 الغرفة وصالة هون كانت تبدأ سعرها من 860,000، حاليا سعرها بيبدأ من 1,200,000. هاي المنطقة لها مستقبل كتير كبير، بالذات منطقة الكريك بيتش بقلب الكريك، لأنه كفكرة هي كفكرة شاطئ بحر بقلب المدينة، فكرة عم بيكون لها ناس كتير مهتمين بالفكرة كاستثمار. هلأ أنا دايما لما أتكلم عن الكريك بيتش بتكلم عن مقارنة، أو منطقة الكريك بتكلم عن مقارنة ما بين دبي كريك هاربر والداون تاون. الفكرة تبع دبي كريك هاربر إن هي مقاربة للداون تاون. هلأ الكريك بيتش كمان هي مقاربة لمنطقة موجودة بالداون تاون اسمها الأول تاون. فإذا بدنا نقارن الأسعار الحاليا عم تنطرح من إعمار بالدبي كريك هارب بالكريك بيتش والأولد تاون، حنلاقي انه مثلا الأولد تاون الغرفة وصالة فيها عم بتكون سعرها متوسط بحدود 1,600,000، عم نحكي من غير فيو على برج خليفة، أجارها بحدود 110,000. الغرفتين وصالة تقريبا سعرها بيكون بحدود 3,000,000، وأجارها بحدود 2,200,000 درهم. والثلاث غرف تقريبا سعرها بيكون بيبدا من 4,500,000، واجاره بحدود 350,000 درهم طبعا، وبيرتفع. وهي فيكم انتم تشيكوها على بروبرتي فايندر او بيوت. الفكره انه انت عم تستثمر بنفس الكونسبت، نفس المنطقه اللي هي الكريك بيتش، زائد انه بنضاف عليها عندنا برج، وعندنا مول زي دبي مول، وزائد عندنا بحر. وهاي فكرة البحر الموجودة بقلب منطقة أبراج، فكرة عم بتكون قوية جدا، خصوصا اللي عم بدور انه يستثمر، وخصوصا اللي عم بدور انه يأجر بنظام الشقق المفروشة او الهوليدي هومز. هلا بنضاف عليها اشياء تانية، انه فكرة زي ما قلت فكرة البحر بقلب المدينة، كونسبت انه فكرة ما بين الداون تاون ودبي مارينا مجموعين بمنطقة واحدة قربة من مطار دبي، وهذا عامل مهم بالذات للسياح، لأنه نحن تقريبا بعد 10 دقائق عن مطار دبي. وزائد نحن عم نشتري مع خطة دفع، يعني ما عم ندفع المبلغ كامل، ومطور مهم. فهذا العقار أو هذا الاستثمار بالمنطقة الكريك يعتبر فرصة opportunity أنه الواحد يستغلها، خصوصا بهالأوقات.
وطبعا اذا مهتمين بهذا المشروع او باي من مشاريع دبي ممكن تتواصلوا معي. كان معكم بسام.